في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن إمام زماننا يحضر الموسم، وكلمة الموسم يقصد منها بنحو عام الحج، وبنحو خاص يقصد منها الموقف في عرفات. في رواياتنا الحج عرفة، يعني الموقف الأهم أو المنسك الأهم من مناسك الحج هو الوقوف في عرفة، وحتى عملية صحة الحج عدم صحة الحج ترتبط بقضية الوقوف في عرفات. الأحاديث تقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحضر الموسم، يعني يحضر الحج، يحضر عرفة. لكن السؤال هنا، هل أن الإمام صلوات الله عليه يحضر الحج في كل سنة، يحضر الموسم في كل سنة؟ الذي يبدو من كلمات أهل البيت من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يحضر الحج في كل سنة، لأنه عندنا في الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الإمام إذا لم يحضر الموسم فإن حج الناس في ذلك العام لا يقبل. لماذا لا يحضر الإمام؟ ما السبب أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لا يحضر موسم الحج؟ هو الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني سأجيب بالمجمل. علاقة الخلق بالله سبحانه وتعالى مربوطة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وعندنا في الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على الخلق رفع محمدا وآل محمد من بين الخلق، يعني غيابهم بسبب الغضب. حين يغضب الله فهم سيرتفعون، سيغيبون عن الخلق. ولذلك في آخر الدنيا الروايات تتحدث حينما ينتهي عمر الدنيا الله سبحانه وتعالى يرفع محمدا وآل محمد من الأرض، وتنتهي الدنيا، والتفصيل مذكور في الروايات في الأحاديث الشريفة. الموضوع هنا نفس الشيء، إذا غضب الإمام من الناس لا يحضر الإمام. قطعا من المسلمات ومن البديهيات في ثقافة أهل البيت أن الحج لا يقبل إلا من شيعتهم، وهذا واضح في الروايات. الآخرون يقبلون يرفضون، هذا موضوع آخر، لكن في أحاديث أهل البيت هذا المعنى واضح، الحج لا يقبل إلا من شيعتهم، والروايات صريحة في هذا، أنه عن إمامنا السجاد، عن إمامنا الباقر، عن إمامنا الصادق، عن سائر الأئمة أنه ما حج إلا هم وشيعتهم صلوات الله عليهم. إذن الحديث هنا أن الإمام إذا لم يحضر يبطل حج الناس، الحديث عن الشيعة، لأن غير الشيعة أساسا يعني الكلام منتفي بخصوصهم، الحديث عن أشياعهم، لأن قبول العمل
مشروط بولاية الإمام. فحينما تأتي الروايات وتقول من أن الإمام إذا لم يحضر الموسم بطل حج الناس، بطل حج الشيعة، لأنه بطلان حج الآخرين أساسا هو مقترن بقضية الولاية. فإذا الكلام هنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يحضر إذا غضب من شيعته، إذا غضب من شيعته لا يحضر. فإذا لم يكن حاضرا فسيكون حجهم باطلا. قد يأتي سؤال هنا، ما هي المواطن التي تسبب أو تؤدي إلى غضب الإمام صلوات الله عليه؟ أنا لا أستطيع أن أحصر هذه المواطن، ولكن من خلال تتبعي حديث أهل البيت هناك مواطن واضحة جدا أنها تسبب غضب الإمام صلوات الله عليه. من هذه المواطن التي ورد التأكيد عليها هو الجهل، وبالذات الجهل في معرفة إمام زماننا. فإنه من بات ليلة واحدة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجهل بمعرفة إمام زماننا هو من أكبر الأسباب، من أوضح الأسباب التي تغضب الإمام الحج، لأن الجهل بمعرفة إمام زماننا تقود الإنسان إلى متاهة، وتقود الإنسان إلى تقديس أشخاص لا يستحقون التقديس في الوقت الذي لا بد أن يكون التقديس محصورا به بإمام زماننا فقط. الجهل بمعرفة الإمام يقود إلى تقديس أشخاص ليسوا أهلا للتقديس، وإذا قدس الإنسان أشخاصا فارق بين التقديس والاحترام. أن نحترم العلماء هذا أمر واجب، احترام أهل العلم واجب، لكن أن نقدس العلماء هذه إساءة أدب كبيرة بحق إمام زماننا، لأن التقديس لا يكون إلا للجهة الكاملة، وليس من جهة كاملة إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. فحينما يأتي الناس فيقدسون غير الإمام، يقدسون الرموز الشيعية، ينشأ هذا التقديس من الجهل بمعرفة الإمام. لو كانوا يعرفون إمامهم ويعرفون قدر إمامهم لما قدسوا غيره. لو كانوا يعرفون أن التقديس فقط للإمام صلوات الله وسلامه عليه لما قدسوا غيره. الجهل يقود الناس في متاهة بعيدة جدا. وأيضا من المواطن التي تغضب إمام زماننا هي أيضا متفرعة عن هذا الموضوع، ولكنها وردت بشكل واضح في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة، موالاة أعدائهم ومعاداة أوليائهم. هذا المضمون ورد بشكل واضح في كلماتهم الشريفة، ووردت هذه الأوصاف ملاصقة لمن؟ ملاصقة لفقهاء وعلماء ومراجع تقليد هم أضر
على الشيعة كما يقول الإمام الصادق من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. ووردت ملاصقة لأناس من قادة الشيعة ومن علمائها هم أشد فتنة على الشيعة من الدجال. فحين يسأل السائل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كيف أن من شيعتكم من هو أشد فتنة على الشيعة من الدجال، الإمام يقول ذلك يكون بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. فإذا كان ذلك اشتبه الأمر فلم يعرف المحق من المبطل. ربما هذان العنوانان من أوضح العناوين ومن أجلى العناوين الواضحة في كلمات أهل البيت التي تسبب غضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمر الأول الجهل بمعرفة الإمام يقود الإنسان بعيدا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيجعله يسيء الأدب مع الإمام وتتكرر الإساءة وشيئا فشيئا، وبتكرر الإساءة يسلب الإيمان من الإنسان، يعنون إيمانه تحت عنوان الإيمان المستودع. وكذاك الحال في موالاة الأعداء ومعاداة الأولياء، هذا الأمر يثير غضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فبتكراره والإصرار عليه يتكرر غضب الإمام ويشتد غضب الإمام، وغضب الإمام نهايته أن يسلب التوفيق من هذا الإنسان. فمواطن غضب الإمام هي هذه، ومنها الحج حين يتحول الحج إلى حج كحج المخالفين، إلى اهتمام فقط بحركة بين الأحجار وحول الأحجار، حركة بين البنايات وحول البنايات، هذا هو حج النواصبي وحج أعداء أهل البيت. إذا كان الحج هكذا فما الفارق بين حج أولياء أهل البيت وبين حج أعداء أهل البيت؟ في دعاء الندبة ونحن نخاطب الإمام الحجة أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ قطعا يكون لأوليائه حج ويكون لأعدائه حج، إذا كان حج الاثنين بنفس المعنى وبنفس المضمون كانت صلاتهما كذلك، وكان تفسيرهما للقرآن كذلك، وكان فهمهما لحديث أهل البيت كذلك، إذا لماذا هؤلاء أولياء وهؤلاء أعداء؟ لابد أن يكون الأولياء مختلفين عن الأعداء إذا كانت القضية هي هي، إذا لماذا هذا التمييز؟ المسألة فيها تفصيل كثير وأنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل دقائق المطلب، لكن خلاصة الأمر إذا غضب الإمام على شيعته فإنه لا يحضر في ذلك الموسم، وغضب الإمام ناشئ من جهل الشيعة به. وقطعا الناس على مراتب،
لا يمكن أن تكون معرفة الناس جميعا بنفس المستوى. وحينما يكون الناس على مراتب، مسؤولية الناس أمام الإمام أيضا تختلف، لا يمكن أن يساوى بين التابع والمتبوع، ولا يمكن أن يساوى بين القائد والمقود، ولا يمكن أن يساوى بين العالم والمتعلم، ولا يمكن أن يساوى بين المتعلم والجاهل، ولا يمكن أن يساوى بين الجاهل الغافل الساهي وبين الجاهل المتعمد المعاند المصر. الناس على مراتب، وقطعا نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى من هم أصحاب القرار، كما قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان في أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، والصنفان معروفان: العلماء والأمراء. المقياس يكون على هؤلاء لا يكون على الجميع. نعم، بحسب ثقافة أهل البيت أن مجموع الأمة إذا عرفت مفاسد هؤلاء، خصوصا مفاسد العلماء، ولم تعترض ولم تغير، الجميع يؤخذون بنفس الحساب. لكن إذا كانت الأمة غير عالمة، غير عالمة بمفاسد علمائها وفقهائها، الحساب يكون على العلماء والفقهاء. أما على عموم الأمة تكون القضية أقل بكثير مما لو كانت الأمة عالمة. أعتقد أن الصورة اتضحت ولو بشكل إجمالي، وإن شاء الله تعالى في مناسبات أخرى سأتحدث بشكل أكثر تفصيل.